هنروح هنعرف الاخبار يا كابتن هاني كالعاده الحقيقه، والنهارده هيكون معانا زميلتنا منى المنيسي هتقول لنا على كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وما حدث في بعثه النادي الاهلي في السعوديه، وايضا هتقول لنا على كل اخبار فرق كاس العالم للانديه وماذا يحدث هناك. منى ازيك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ازيك يا كابتن مساء الخير هاني؟ يا منى، ان انا معاكم النهارده اكيد في الاهلي في المونديال، عقبال كل سنه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اتفضلي قول لنا الاخبار ايه بقى وطمنينا عن بعثه النادي الاهلي. في الاول خلوني اكيد ارحب بكل جمهور النادي الاهلي، بس في الاول قبل ما نبدا الوجبه الدسمه اللي معانا النهارده من الاخبار زي ما حضرتك قلت، عايزه اسالكم على سؤال اكيد كباتن كبار زي حضراتكم، حابه اكيد اسالكم سؤال في البدايه او قبل ما نبدا اخبارنا النهارده. النادي الاهلي الشوط الثاني في مباراه فيومانينسي كان باين في الشوط الثاني بعض الشيء اجهاده البدني او ان هو ما كانش في مستواه البدني اللي احنا متعودين عليه، ومش دي المشكله ان احنا عندنا مباراه يوم الجمعه مع اوراوا اللي معروف عن الكره اليابانيه ايقاع سريع، مباراه هتكون سريعه الايقاع، لعيبه هتكون بتجري كتير بتعمل مجهود بدني كبير، ده ازاي هنقدر ان احنا او مستر مارسيل كولر احنا عارفين وهنقول خبر دلوقتي ان هو بيريح لعيبته النهارده بدنيا وهيكمل من بكره استئناف تدريباته واستعداداته لمباراه يوم الجمعه، لكن طبعا اكيد حابه اعرف رايكم، شايفين ده ازاي؟ شايفين مستر مارسيل كولر ممكن يعمل ايه؟ يعمل روتيشن او يعمل ايه من وجهه نظركم؟ من وجهه نظري ومن معرفتي لكولر اعتقد هيكون في بعض التغييرات في افراد او في لاعبي النادي الاهلي، يعني ما اعتقدش هيغامر بشكل كبير، ولكن هيكون في تغييرات قد تصل لاربع تغييرات ممكن جدا، لان انا عارف ان المجهود البدني اللي اتبذل خلال الفتره اللي فاتت على ال 13 14 لعيب اللي لعبوا كان مجهود بدني كبير جدا جدا، وانا وكل جماهيرنا واثقين في كل اللعيبه الموجوده. الحقيقه احنا ما بنتكلمش على 14 لعيب يا كابتن اسلام ان هو ده النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا. لا، احنا بنتكلم على سكواد كامل، كل الثقه في اي لعيب يلعب. انا في اعتقادي الشخصي لازم هيكون في فريش بلاد، يعني في دماء جديده هتضخ من خلال بعض اللاعبين في الفريق، في التشكيله الاساسيه للفريق، لان انت زي ما قلتي يعني الفريق الياباني عنده سرعات كبيره جدا، عنده لياقه بدنيه عاليه. فانا في اعتقادي الشخصي يعني رؤيتي كده ان لا، هيكون على الاقل في اربع تغييرات في صفوف الفريق يعني. بس حلو السؤال ده، تعالي اقعدي هنا. يعني حلو، سؤال حلو، سؤال مذاكره يعني. انا بشوف ان هي ماتش صعب، ماتش صعب جدا، مهما هتقعد تقول لي انت كل ماتش ما اعمل ايه يا جماعه، فعلا الماتشات كلها صعبه والله يا جماعه. بنتكلم على بطوله كاس عالم الانديه يعني فعلا ماتش فلومينينزي صعب، فعلا ماتش اراوا صعب، فعلا هذه البطوله هي بطوله صعبه، وبالتالي كل مباراه اصعب من الثانيه، وده اللي احنا بنقوله دايما. ده اللي يعني لما العب جمعه اثنين جمعه اللي هو لغايه يوم الجمعه اللي جايه، وبعدين هسافر الامارات العب الاثنين لو ربنا كرمني، هلعب الجمعه نهائي، يبقى انا لعب في اسبوعين خمس مباريات في دولتين، في 14 في دوله 14 يوم انا لاعب خمس مباريات، لو بلعب كل 3 ايام مباراه في خمسه كتير، يبقوا كام؟ 15 يوم، أنا لعب في 14 يوم خمس مباريات صحيح. ومنهم تنقل ما بين السعودية وما بين الإمارات، حتى لو كانت المسافة قصيرة، ولكن أنا بطلع وبروح المطار وبركب الطيارة وبنزل بالطيارة وبريح في كل حاجة، وبالتالي يا جماعة لازم نعذر هذا الفريق، هذا الفريق يستحق، ما بعذرش عشان نتغلب لا قدر الله ولا حاجة من هذا القبيل، لا والله العظيم أبدا، ولكن أنا بقول زي ما كابتن هاني قال الحل بسرعه جدا، يا جماعه الدماء الجديده طبعا هيفضل يضخ دماء جديده، لازم أكيد. يعمل كده خلال الفتره اللي جايه عشان نستطيع ان احنا نتخطى هذه المرحله الصعبه جدا، لانه بعدها هترجع تاخد لك شهر اجازه، من الممكن بقى يعني المجموعه اللي مش هتروح كاس العالم كاس افريقيا انا اسف هي اللي ممكن تبقى، فان شاء الله ربنا يسهل وربنا يكرم والامور تعدي الايام القادمه على خير يا رب. ربنا يسهل ان شاء الله، اكيد كلنا متفائلين، لانه كمان جمهور النادي الاهلي كله خلاص يعني ما فيهاش هزار، هنرجع بالبرونزيه بقى، يعني محتاجين نصالحهم، محتاج طبعا مستر مارسيل كولر وكل اللاعبين يصالحوهم، لان احنا كان عندنا امل كبير في المشاركه او وجودنا في طبعا. المباراه النهائيه، فما اعتقدش انه هينفع اقل من البرونزيه ان شاء الله باذن الله. لا يا رب ان شاء الله. هو برضه علشان نكون منصفين يعني كلنا بنتمنى وده التارجت بتاعنا وده هدفنا، لكن انا مش مع يا البرونزيه يا نهد المعبد، يعني حتى الجزئيه ديت حتى لو وصل لجماهير النادي الاهلي ما وصلناش النهائي ده خلاص بقى البرونزيه، يعني ما ياخدوش ان كلمه البرونزيه بقت جرانتي يعني إن مضمونه ان هي حاجه سهله او حاجه، لا هي طبعا الكلام مش مضمون، احنا كلنا نتمنى واللعيبه تتمنى وهيبذلوا اقصى مجهود، لكن تاني في جزء في مساحه لعدم التوفيق، في جزء
جدا جدا، واضح جدا في كره القدم ان ممكن تلعبي مباراه كويسه ولا قدر الله تتغلبي، فمش عايزين ننسى ده. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كلنا طموحات ان احنا ناخد البرونزيه، لكن لا قدر الله ما حصلش، لا احنا مساندين للنادي الاهلي. بعديها بثلاث ايام في بطوله جديده وسوبر، بطوله السوبر ولا بطوله الابطال، بطوله جديده، فكلنا كلنا نتمنى طبعا الخير للنادي الاهلي. انت قلت كلمه مهمه جدا جدا جدا، حضرتك مش مع ان احنا لا قدر الله ما خدناش المركز الثالث نهد المعبد، ما فيش حاجه اسمها كده، ولكن احنا مع ان احنا لو لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجه يوم الجمعه مع الحساب. خلي بالك مهمه جدا طبعًا هذه الكلمه طبعًا. كابتن هاني قال كلمه مهمه جدا، احنا مش مع حد معه ولكن مع الحساب، واحنا عندنا الحمد لله يا ما حصلت خلال الفترات السابقه وعارفين قد ايه ان احنا لما بيحصل عندنا اي تقصير اذا كان هناك تقصير بيكون هناك حساب، وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل الجمعه وكلنا مسانده وكلنا دعم لظهر فريقنا ان شاء الله. اكيد كلنا بندعم النادي الاهلي. خلونا نبتدي النهارده جولتنا الاخباريه وكل الاخبار، اكيد هنبدا جولتنا النهارده مع المونديال أو مع النادي الأهلي في المونديال، ويخوض الفريق غدا ميرانو الأخير قبل مواجهة أوراوا الياباني بعد غد الجمعة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عقب خسارة الفريق الياباني أمس أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، ومنح كل اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم تجنبا للإجهاد قبل المباراة. وخاض الفريق تدريبات قوية أمس الثلاثاء على الملعب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله بمدينة جدة، وأجرى اللاعبون مرانا استشفائيا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي، كما أكد اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس مخطط الأحمال، بينما قدم ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الأهلي مرانا قويا لحراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. لسه مع اخبار النادي الاهلي، وكشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من جلساته التحفيزيه مع اللاعبين من اجل تجهيزهم للقاء اوراوا الياباني، وطلب كولر من اللاعبين غلق ملف لقاء فلومينينسي تماما والتفكير في اللقاء المقبل لتحقيق انجاز جديد بميدالية برونزيه جديده واسعاد الجماهير التي تساند الفريق بقوه دائما. وحرص مارسيل كولر على توجيه الشكر للاعبين على الأداء القوي الذي قدموه في البطولة في مباراتي الاتحاد أو اتحاد جدة وفلومينينسي البرازيلي رغم الخسارة من بطل البرازيل في المواجهة الأخيرة، وطلبهم بضرورة استمرار في تقديم المستوى القوي في مباراة المركز الثالث من أجل حصد الميدالية البرونزية. يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي على هامش ميران الفريق غدا الخميس لتحديد موقفه النهائي من الالتحاق بمباراة فريقه أمام أوراوا الياباني. واشتكى كوكا من الإصابة بعد مشاركته أساسيا في مباراة اتحاد جدة، وهي التي تسببت في استبعاده من المشاركة في مباراة فلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي المونديال، ومن المتوقع أن يلحق اللاعب بميران أو بمباراة بطل اليابان إن شاء الله. تسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا فنيا مفصلا من جهازه المعاون عن منافسة فريقه أو فريق أوراوا الياباني في ميرانو تحديدا المركز الثالث لبطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مدينة جدة بالسعودية من أجل الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق الياباني قبل المباراة البرونزية. وكلف كولر الثلاثي كارلوس بيرنيجر وسامي أمسون وياسين المكاري بحضور مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية لمعرفة أدق التفاصيل الفنية عن منافسه على مباراة المركز الثالث بالمونديال. كابتن هاني وكابتن اسلام خلوني اسالكم، احنا طبعا زي ما بنقول مستر مارسيل كولر كلف الجهاز المعاون ان هو يديله تفصيل فني لفريق أوراوا، انتوا شايفين طبعا ككباتن كبار شايفين ازاي فنيا يعني مباراه أوراوا والنادي الاهلي من ناحيه نادي أوراوا هتكون عامله ازاي فنيا؟ ما ماتش صعب، انا قلت الماتش ده ماتش صعب جدا لانه هذا الفريق يتميز بالالتزام التام في كل الامور، الترانزاكشن او التحول السريع جدا من الهجوم للدفاع، فده هيسبب لنا مشاكل، ولكن كيف سيستطيع مارسيل كولر ان يتجاوز هذه المشاكل ده اللي هنشوفه ان شاء الله يوم الجمعه. انا في اعتقادي كولر هيشتغل بشكل، انا شايف يعني المباراه اللي فاتت كمان اشتغل بشكل جيد،
نفس الشكل التكتيكي ممكن يشتغل عليه. هي الجزئيه اللي كانت ان شاء الله ما تكونش موجوده يوم الجمعه، ان الفرصه اللي تجيلك تسجل منها بدري. ده الحل السحري صح، ده المفتاح السحري، انك في اي مباراه اتحاد جده عملنا كده، رحنا باربع خمس فرص حققنا ثلاث اهداف، فكانت المباراه بالنسبه لنا مباراه ممتعه. فالمباريات اللي زي ديت الفرصه اللي تجيلك جات لك فرصتين هدف، واعتقادي الشخصي ان يعني اللعيبه كمان اتعلمت واللعيبه خدت الدرس من المباراه اللي فاتت، فاعتقادي الشخصي ان شاء الله باذن الله على المستوى التكتيكي ان شاء الله نعمل مباراه جيده ان شاء الله. يعني يمكن كثره الفرص اللي النادي الاهلي راح بيها للجون او كانت هتبقى هدف بالتاكيد هي اللي طمعت الجمهور او حسسته ان خلاص بقرب النتيجه او ان احنا خلاص كنا الافضل، خاصه في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني جدا وكان عندنا فرص وكان عندنا بعض الفرص حتى بعد ما جه فينا جون، فده طبعا اكيد على سقف طموحاتنا وكنا قريبين جدا. لكن خلينا ما نتكلمش اللي عدى، لكن احنا بنستفيد من اللي فات دايما. صحيح. التجارب اللي قبل كده لازم نستفيد منها، ودي اهم استفاده، انك ان شاء الله بتخلق فرص ومن الفرص دي نحقق اهداف ان شاء الله. كيف تستطيع ان تفوز في هذه المباراه، مباراه يوم الجمعه؟ ده اللي هنشوفه مع كابتن ربيع. مارسيل كولر مع كابتن ربيع طبعا، ولكن مع مارسيل كولر ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله خلونا نكمل اخبارنا دلوقتي. واكد جاك جراليش لاعب مانشستر سيتي انه شاهد جانبا من مباراه فلومينينسي البرازيلي والاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه، مشيرا الى ان فريقه يريد ان يكون بطلا للبطوله القاريه ويواجه مانشستر سيتي نظيره فلومينينسي البرازيلي الجمعه المقبل في نهائي كاس العالم للانديه 2023. وقال جراليش في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: أعتقد أنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل في الشوط الأول من مباراة أوراوا، كنا محظوظين للغاية لأنهم سجلوا هدفا في مرماهم. شهدت المباراة وتابع فلومينينسي أمام الأهلي قليلا، أعتقد أننا وصلنا بالفعل إلى النهائي وسنعمل بكل جد خلال اليومين المقبلين. واختتم جراليش: سيكون امرا او يعني بتصريحاته لا يصدق ان نكون بطلا للعالم، هذا ما نريده وهذا ما جئنا الى هنا من اجله. لقد اوضح المدرب كمان ذلك. على هامش وجوده في السعودية، كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي موقفه من ترشيحه لتدريب منتخب إسبانيا. وقال جوارديولا في تصريحات نقلها عدة وسائل إعلام عالمية: تدريب منتخب إسبانيا، أنا سعيد هنا مع مانشستر سيتي. وأضاف جوارديولا: يزال لدي سنة أخرى في عقدي مع السيتي وأتمنى عدم التعرض للإقالة وأن أظل مع الفريق، لا يزال لدي وقت لتقديم المزيد مع هذا النادي. ويرتبط بيب جوارديولا بعقد مع نادي مانشستر سيتي حتى صيف 2025، ويخوض السيتي مع جوارديولا يوم الجمعة المقبلة نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي. وجه نادي برشلونة انتظاره إلى صفقة من كأس العالم للأندية لدعم خط الوسط خلال الميركاتو الشتوي. وقالت تقارير صحفية إسبانية إن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة يضع عينه على أندريا لاعب وسط فريق فلومينينسي البرازيلي وسيحاول ضمه في الشتاء. وأشارت إلى أنه أندريا كان على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع ليفربول في الصيف الماضي. وساهم أندريا في فوز فلومينينسي بكوبا كما قاد فريقه للفوز على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد. وكان أندريا انضم مؤخرا إلى منتخب البرازيل وجذب الإنذار خلال مباراة الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي النهاردة حصول مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق في العالم لعام 2023 ضمن جوائز الخاصة بها. وكان مانشستر سيتي قد حقق اللقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي. في الوقت ذاته حصل بيب جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في العام لهذا العام، كما حصل إيرلينغ هالاند على جائزة أفضل نجم رياضي عالمي لعام 2023 بعدما سجل 52 هدفا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي.
كمان. دي كان كل اخبارنا النهارده، ومبسوطه اكيد بوجودنا النهارده معاكم وبوجودي النهارده معاكم. يعني يا رب نبقى قدمنا وجبه دسمه واخبار جيده ومطمئنه لجمهور النادي الاهلي كله. كالعاده بشكرك جدا يا منى على هذه التغطيه الرائعه الحقيقه وكل هذه الاخبار. شكرا جزيلا من المنيسي.